في اطار مكافحه التهريب والمضاربه بشتى انواعها، تمكن افراد فصيل تبحث الدرك الوطني بالواد من توقيف وتفكيك شبكه اجراميه منظمه تتكون من 15 شخص، خمسه منهم في حال فرار. هذه الشبكه مختصه في تحويل وتهريب الادويه خارج التراب الوطني وكذلك تبييض الاموال. هذه العمليه النوعيه لفصيله الابحاث كانت نتيجه استغلال جيد للمعلومات والتعمق في التحقيقات لمعرفه سبب ندره بعض المواد الصيدلانيه على مستوى ولايه الواد والولايات المجاوره. افضلت هذه التحقيقات الى وجود شبكه منظمه مختصه في المضاربه الغير مشروعه وراء هذه الندره، حيث يمتهن معظم افراد هذه الاخيره تجاره الادويه بالجمله ومحاولاتهم الاخلال بتنظيم سوق الادويه واحداث اضطرابات، كما يقومون بتهريب مواد صيدلانيه موجهه للطب البشري الى خارج التراب الوطني، بالاضافه الى تبييض الاموال من خلال فتح عده فروع ومؤسسات خاصه في تخصص نشاطهم. فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالواد فتحت التحقيق في القضيه، وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونيه اللازمه سيتم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائيه المختصه.